أدوية على المواقع الإلكترونية أيضا تخضع لرقابة المؤسسة. إحنا زينا زيكم نشوف ومنتابع إنه هنالك بعض المواد يتم تسويقها إلكترونيا. إحنا مش ضد، إحنا قبل شوي كنا نقول إنه بدنا نواكب التطور، هنالك تجارة إلكترونية موجودة في كل العالم، لكن دورنا إحنا نضبط المواد التي تعرض على هذه المواقع ونتابعها ونتأكد من إنها مسجلة ومرخصة ومسموح تداولها في الأردن، وأيضا الاستطبابات هي واضحة ومجازة من المؤسسة العامة للغذاء والدواء، وخلافا لذلك يكون الموضوع فيه مخالفة وهنالك مذكرة تفاهم مع أخوانا في الجرائم الإلكترونية بوحدة البحث الجنائي في الأمن العام، أيضا يتم المتابعة من خلالهم ورصد أي مخالفة وأي صفحة وتحويلها إلى القضاء مباشرة.